بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نلتقي من خلال التعليم الإلكتروني ومساق مهارات التقديم والعرض. هذه المرة المحاضرة بعنوان المتحدث الرسمي، المهام والمهارات. في ظل وجود مؤسساتنا الحكومية وبعد يعني تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 ووجود عشرات الوزارات والمؤسسات الأهلية، وكذلك الحال الشركات التجارية والفصائل والأحزاب السياسية، أصبح من المطلق أن يكون في هذه المؤسسات شخص إعلامي كما يعتبر متحدثا رسميا باسم الوزارة أو باسم الحكومة، وكذلك ناطقا إعلاميا باسم الحزب السياسي أو الفصيل، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى. ولذلك يعتبر المتحدث الرسمي أو ما يطلق عليه الناطق الإعلامي من أبرز وسائل إيصال أخبار المؤسسات إلى وسائل الإعلام، وتتجلى هذه الأهمية في ظل التوجيهات الرسمية للتعاطي بمهنية مع وسائل الإعلام المنتشرة في المنطقة ولبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومات على مستوى حكومات كان اتحادية أو بهدف تطوير قنوات الاتصال وضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي. وهنا تزايدت أهمية المتحدث الإعلامي في السنوات الأخيرة مما ساهم في تفعيل دوره في ظل تعدد وسائل الإعلام المختلفة وما ساهمت فيه من تأثير على الرأي العام. طبعا المتحدث الإعلامي أو الناطق الإعلامي له مجموعة من المهارات التي يجب أن تتوافر لديه، ومنها الإلمام الجيد بالمهارات الإعلامية، امتلاكه لمختلف أدواته الفنية في التعامل مع وسائل الإعلام، فضلا عن قدراته ومهاراته الاتصالية في الربط بين المنظمة التابعة لها والمؤسسات أو المنظمات الأخرى، ومدى قدرته الشخصية المتسمة بالذكاء الاجتماعي والقيادة وقوة الشخصية وسرعة رد الفعل وإدارة الوقت والعمل تحت مختلف الظروف والضغوط. كما عليه أن يحفظ أهم الأسرار الخاصة برئيسه في العمل أو المؤسسة أو المنظمة أو الوزارة التي يعمل بها، طبعا مع ضرورة إطلاعه على كل تفاصيل العمل ليساعده ذلك في نقل رسالة المؤسسة للجمهور. كما يجب أن يكون متواصلا على مدار الوقت مع متخذي القرار بالمنظمة التي يتحدث باسمها، ويعتبر المتحدث باسم المنظمة هو سفيرها أمام الجمهور. طبعا يعني في هذه الصورة نرى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الأستاذ إبراهيم ملحم، وهو يعني من الشخصيات الإعلامية اللبقة والناجحة والتي يعني كان له باع طويل للتعبير عن الحكومة الفلسطينية وعن إيصال الرسالة كذلك الإعلامية، خاصة في ظل جائحة كورونا. ونؤكد على أهمية عدم قدرة الفرد على العيش دون الاتصال بمن حوله، فنحن نتصل بالآخرين
لإشباع احتياجات مختلفة ومتنوعة. الاتصال طبعا مكون رئيسي في حياتنا، يتم بواسطة مجموعة من الإشارات والرموز المشتركة بين الأفراد لتبادل المعاني والمشاعر والأحاسيس، كذلك لإحداث تأثير في الآخرين. طبعا في ظل التطور التقني والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي خلال العقدين الماضيات، الكثير من الدول والمؤسسات أدركت أهمية توظيف الاتصال بالفاعلية المطلوبة لتحقيق أقصى المكاسب المتمثلة في الحفاظ على صورتها الإيجابية لدى الجمهور ووسائل الإعلام، ومحو أي انطباع سلبي قد يظهر. طبعا كنتاج لذلك، جاءت مهنة المتحدث الرسمي معبرة بشكل تام عن هذه الاحتياجات. فالمتحدث الرسمي ليس شخصية تلقي الخطاب والبيانات الرسمية على الجمهور ووسائل الإعلام فحسب، بل أنها العقل الإعلامي الذي يمتلك المهارات المتنوعة والموهبة الفطرية، ما يؤهلها لتحقيق الأهداف بشكل يرضي المسؤولين وقيادات المنظمات أو المؤسسات، إن كانت حكومية أو خاصة. طبعا في كثير يعني من المتحدثين الرسميين بياخذوا صفة اعتبارية ورسمية، إن كانت على المستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات القطاع الخاص. لضمان نجاح المتحدث الرسمي عليه أن يحدد ما هي الرسالة التي سينقلها وما هي الأدوات المتاحة لذلك، ويجب عليه أيضا أن يؤمن بما يقول به ليستطيع إقناع الجمهور المستهدف. يضاف إلى ذلك ضرورة تركيز الاهتمام أقل شيء بنسبة 50% على طلبات الصحفيين والنصف الآخر على توجهات الحكومة التي يسعى لنقلها عبر الرسائل. وحقيقة تقال أن العديد من السياسات تفشل نتيجة ضعف نمط الاتصال أو كونه يتسم بنوع من الهجومية. وأخيرا يعني في هذا الجانب، الجهات المعنية عليها وقت الأزمة منح صلاحيات كافية للمتحدث الرسمي للحصول على نتائج إيجابية. طبعا في هذا الجانب أو هذا المضمار وطبيعة الأدوار، نتحدث عن مهنة المتحدث الرسمي أو الناطق الإعلامي، في بصراحة يعني في غياب للدراسات العربية التي تتناول هذه المهنة وهذا الجانب، لكن حاولنا من خلال يعني ما أمكن الوصول إليه من دراسات، ورغم قلتها و يعني عدم وجود حتى كتب يعني للأسف الشديد تتناول هذا الجانب. المتحدث الإعلامي هو شخص يمثل المؤسسة التي يعمل بها، وفي الغالب هو إعلامي عمل في مهنة الإعلام، ويقدم هو حلقة الوصل ما بين المؤسسة والصحفيين، ومن خلاله يقوم بإطلاق يعني التصريحات وإصدار البيانات الإعلامية والإذاعية والمتلفزة، وهو واجهة المؤسسة أمام وسائل الإعلام. طبعا تشتمل عملية الاتصال على 5 عناصر رئيسية، هي المرسل وهو مصدر رسالة أو النقطة التي تبدأ عند عملية الاتصال. أما الرسالة تتضمن الأفكار والآراء والمعلومات المراد إيصالها أو الهدف، ويجب أن تكون دقيقة وواضحة للحصول على الإجابات الصحيحة والدقيقة. في العادة يتم عادة التعبير عنها بالرموز اللغوية أو اللفظية أو غير اللفظية أو بهما معا. وهنا
تتطلب الرسالة الوضوح والدقة والاختصار في المعلومات. طيب، وسيلة الاتصال وهي القناة التي تنتقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل وجها لوجه أو الهاتف أو بواسطة وسائل الإعلام المختلفة. طبعا في أن المستقبل وهو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلها بحواسه المختلفة، ثم يقوم بتفسير الرموز ويحاول إدراك معانيها، يعني حاجة نسميها الاستجابة. طبعا تمثل ردود الفعل الناتجة عن استقبال وتفسير وفهم الرسالة من جانب مستقبلها. ويسعى مصدر الرسالة إلى معرفة تأثير الرسالة في الجمهور المستهدف، ذلك للوقوف على ثغرات ونقاط الضعف فيها ومحاولة تعديلها بحيث تتناسب مع الهدف الذي من أجله صممت. طبعا عادة الاتصال بواسطة الوسائل والأساليب الكتابية، يعني ومثل المراسلات، وكذلك من خلال الأجهزة الاتصالية المستخدمة كأنظمة الاتصال عبر الهاتف وأجهزة التسجيل ووحدات الكمبيوتر والأنشطة المتعلقة بالتواصل مع الأفراد بشكل مباشر مثل عقد اللقاءات والتوجيه والتشاور بين العاملين. طبعا إحنا يعني في أمثلة وفي نماذج كثيرة، ناطق حكومي كان باسم الحكومة الفلسطينية أو ناطق باسم الرئاسة أو في ناطق باسم يعني جامعة الدول العربية أو باسم الرئاسة المصرية أو باسم قصر رغدان الأردني أو الناطق باسم الحكومة الأردنية في أمثلة، أو الناطق باسم البيت الأبيض، هناك أمثلة ونماذج كثيرة ويعني يمكن الحديث عنها والاستفادة من تجاربها إن كان في على مستوى المنطقة أو على مستوى دول كبيرة وحكومات وكذلك مؤسسات دولية. بالنسبة طبعا إلى الأشكال الاتصالية، كما أكدنا موضوع الاتصال غير اللفظي الذي يتضمن الإيماءات وتعبيرات الوجه التي تساعد بدرجة كبيرة في العملية الاتصالية. طبعا إذا كنا بنتحدث عن أهمية دور الاتصال الداخلي بين العاملين في المؤسسة لتحقيق الكفاءة الإدارية المطلوبة، فإن الاتصال الخارجي بين المؤسسة والجمهور المستهدف لبناء جسر من التواصل بين المؤسسة والجمهور. طبعا دور المتحدث الإعلامي أو الناطق باسم المؤسسة التي يعمل بها في تحقيق الأهداف المنشودة بإعلام الآخرين، الآخرين من هم؟ اللي هم الجمهور، بوجهة نظر المؤسسة إليهم اللي هم الجمهور المستهدف وإقناعهم والتأثير فيهم في بعض الأحيان. أحيانا الجمهور لا يقتنع بوجهة نظر الحكومة أو بوجهة نظر الحزب أو بوجهة نظر الشركة على سبيل المثال، ويكون هناك ردود أفعال من قبل الجمهور أو الجماهير نتيجة لموقف معين تقوم الحكومة بإصداره أو الإعلان عنه، يعني شيء يتعلق على سبيل المثال بالضرائب، شيء يتعلق بالتأمين الصحي، بزيادة الرسوم الجامعات أو التعليم بصورة عامة. وهذا يعني لمجرد أن الحكومة تعلم عن هذا الموضوع يعني بيكون الجمهور غير مقتنع بالمبررات اللي أعلنت عنها الحكومة، وأحيانا يؤدي إلى مواجهة ما بين المجتمع أو أفراد المجتمع أو الجمهور مع الحكومة من خلال إعلانات الإضراب، و يعني قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي وجهات نظر المؤسسات أو الشركات أو الحكومات يجب أن تكون مؤثرة ولديها من الإجابات على تساؤلات إن كان الإعلاميين أو الصحفيين أو لتقديم الحجج والبراهين
للجماهير حول ما تم اتخاذه من قرارات. طبعا مهمة المتحدث الإعلامي طبعا يعني مش فقط انه بيتحدث للصحفيين، كما قلنا للجماهير، واطلالته الصباحية او الاسبوعية كذلك، يعني في بداية كل اسبوع في الغالب لما يكون ما في البلاد ما فيها مشاكل ما فيها، بكون المتحدث او الناطق يعني مع كل بداية اسبوع يظهر أمام وسائل الإعلام لتقديم نتائج جلسات الحكومة أو للتعقيب على بعض التساؤلات. المتحدث الإعلامي عليه أن يمتلك المهارات الأساسية لكتابة المعلومات بطريقة إقناعية وتنظيم ذلك بطريقة صحيحة لإبراز الفكرة الأساسية، مستعينا بقدر الإمكان بالعديد من الحقائق لتدعيم ما يريد الإشارة إليه. الهدف كمان يجب على المتحدث الإعلامي التأكد من دقة المعلومات التي حصل عليها، فكلما تم صياغة الأفكار بطريقة إقناعية أصبح المتحدث أكثر خبرة في إقناع الآخرين بوجهة نظره. طبعا اختيار المتحدث الإعلامي الرسمي باسم المؤسسة أو الوزارة أو الحكومة أو الحزب السياسي أو الشركة نيابة عنها، تتجه المؤسسات كما قلنا والهيئات في الوقت الحاضر بتوظيف متحدثين إعلاميين محترفين، ركزوا معايا كلمة محترفين يعني يكون بروفيشنال في هذا المجال، بالإضافة إلى الشهادات العلمية يكون حصلوا على دورات معتمدة في مجال الصحافة والاتصال والعلاقات العامة والبروتوكول واللغات، وذلك لضمان أن النشرات العامة التي وضعها هؤلاء المتحدثون أكثر ملائمة للجمهور المستهدف. يمكن واحد يسألني يعني موضوع اللغات إيش مهم، هذا ناطق باسم حزب أو فصيل، ناطق باسم شركة كبرى، ناطق باسم الحكومة أو باسم وزارة رئيسية أو باسم منظمات ومؤسسات دولية، فبالتالي يجب أن يكون لديه المعرفة بلغات أجنبية غير اللغة الأم التي يتحدث بها لمخاطبة المجتمعات الأخرى، وبالإضافة مخاطبة وسائل الإعلام الأجنبية. طبعا التخطيط الاستراتيجي لعمليات التواصل مع الجمهور بتحدد كيف يقوم المتحدث الرسمي بإيصال الرسالة الصحيحة بالشكل الصحيح. المتحدث الرسمي يتم تقييمه من خلال ما يقدمه من رسائل وما ينقل من معلومات نيابة عن الجهة التي يمثلها. وهان يعني أعتقد أنه موضوع تحديدا في أوقات الأزمات يجب على الجهات الحكومية التنسيق فيما بينها لضمان نجاح المتحدث عبر تدفق سلسلة الأخبار العاجلة، وأن تكون الحقائق كافة سليمة ومرتبة وتعطي القدر الكافي من المعلومات التي تبحث عنها الصحافة ووسائل الإعلام وكذلك الجمهور. هذا السياق دكتور تيمس روبينغ قال عن الدور المستقبلي للمتحدث الرسمي في عصر ما قبل التكنولوجيا، وعندما كانت السياسة الخارجية ترتكز على السفراء والدبلوماسيين الذين يلعبون دورا مهما في رسم صورة الرأي العام، وكانوا يوضحون سياسة بلادهم من خلال الناطقين الرسميين عبر أجهزة التلفاز، وهذا يعطي دلالة على مدى أهمية وموقع المتحدث الرسمي تاريخيا. فقد كانت دائما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحصول على التأييد العالمي وتأييد الحكومات من خلال بث رسائل واضحة ومدروسة في مختلف القضايا عبر متحدثين متمرسين لمختلف الجهات الحكومية الرسمية. طبعا روبن يقول لضمان نجاح المتحدث الرسمي عليه أن يحدد ما هي الرسالة التي سينقلها والأدوات المتاحة لذلك،
ويجب أن يؤمن بما يقول ليستطيع إقناع الجمهور المستهدف. طبعا هذا الكلام مهم، لأنه إحنا بنتحدث عن أنماط وضعف أنماط الاتصال أحيانا، وموضوع وكيفية إحداث تأثير في الرأي العام من خلال القبول بوجهات النظر التي تقدمها الحكومات أو الأحزاب والشركات بصورة عامة. طبعا بعض الناس ترغب من خلال التعاقد مع شخص يسموه مستشار الإعلامي، خاصة في الشركات والمؤسسات، ووضع برامج للجمهور، فتحتاج إلى خبرة من الناس اللي هم مستشارين إعلاميين للمساعدة في هذه العملية. طبعا مفهوم المتحدث الإعلامي أو spokesman في عصرنا الحديث بشكل واسع تطور وانتشر. قامت المؤسسات الإعلامية باستغلال فكرة المتحدث الإعلامي أو الناطق باسمها للترويج للمنتج أو الخدمة التي تقدمها، وموضوع إقناع الجمهور. ركزوا معي، يعني موضوع المستشار الإعلامي أو المتحدث الإعلامي لا يقتصر فقط على الحكومات والفصائل والأحزاب والمؤسسات الدولية، لا، اليوم في ظل التطور الاقتصادي اللي عاشته يعني الدول والشركات والانفتاح الدول على بعضها، أصبح هناك حاجة ماسة لهذه الشركات والمؤسسات الاقتصادية للتعبير يعني من خلال ناطقين، والهدف الرئيسي هو موضوع الترويج للشركة أو المنتج وإقناع الجمهور. طبعا بعض المؤسسات والشركات تختار بعناية فائقة متحدثين إعلاميين لديهم الخبرة الكاملة والدراية بأهداف المؤسسة لتدعيمها وتطويرها. ليش بنقول إنه عندهم معرفة موضوع الأهداف والرؤى ونظام المؤسسة اللي يدافع عن وجهة نظر المؤسسة بشكل كبير؟ طبعا الناطق الرسمي أيضا بده يستوعب حديث الجمهور، أن يكون مستعدا لمتطلباتهم دائما، وأن يكون متابعا للمنصات كافة التي تعطي المعلومات التي تدعم من جهوده وجهود الجهة التي يمثلها. بعض الدول حقيقة وظفت متحدثين إعلاميين بشكل أفادها في تحقيق الأهداف التي سعت إليها، بينما لم تستطع دول أخرى في الاستفادة بدور المتحدث الإعلامي وتوظيفه بالشكل المطلوب. أحيانا للأسف الشديد يكون في قصور نظر بنسميه عند الإدارات العليا في الوزارات والمؤسسات، والحديث عن شخص صمت، ليش هذا الشخص يعني يظهر في وسائل الإعلام، أنا أكثر مني، أنا شخص مرتبة حكومية، وبالتالي هذا يؤثر على سير العمل وعلى إظهار الصورة الجرية للمؤسسة وللوزارة، وبالتالي يجب أن يكون هناك اقتناع بدور ووظيفة الناطق الرسمي أو المتحدث الإعلامي في داخل الوزارات والمؤسسات وهذا